السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله مساكم متابعينا بكل خير ويا أهلا وسهلا مشتركين الجدد. تم اليوم الكشف عن فورد أكوتر سبوت 5 موديل 2022 الجديدة كليا، وهذه تعتبر نسخة جديدة لشركة فورد مخصصة للسوق الصينية والشرق آسيوية. كما تلاحظون الأضواء الأمامية LED بالكامل وخط متصل على كامل السيارة LED فوق الشباك الأمامي، كشاف الضباب LED، 3 عدسات. جانبية السيارة تشبه كبيرا جانبية سيارة تويوتا هيلندر موديل 2022، ومن المتوقع إصدارها محرك سعات 2 لتر توين تيربو بقوة 413 حصان 530 نيوتن متر، وعزم حركة ناقل يدوي من 8 سرعات أوتوماتيكي توب ترونيك. المقاعد سوف تتوفر ب3 صفوف مقاعد وبصفين مقاعد، وتعتبر سيارة عائلية. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد، وشكراً.